طيب تعالوا بقى ناخدكم النهارده نخرجكم معانا ونروح نشوف خروجه الجمعه، والمره دي هنشوفها من الحديقه الدوليه. الحديقه الدوليه دي موجوده في شارع عباس العقاد في مدينه نصر في القاهره، واسمها دوليه علشان كل دوله ليها جزء في هذه الحديقه، بحيث توجد بها اشهر اشجارها وحيواناتها، وهي حوالي 17 قسم. تعالوا نشوف التقرير. صباح الخير. فسحتنا النهاردة في الحديقة الدولية، واحدة من أمتع وأكبر الحدائق في القاهرة، واللي تم إنشائها سنة 1987 ومساحتها 55 فدان. ليه سموها الحديقة الدولية؟ ده لأنه فيها 21 جناح ل 21 دولة عربية وأوروبية ودول من أمريكا اللاتينية، وكمان فيها جناح خاص بمصر وأمريكا اللي فيه يعني نموذج صغير لوادي النيل اللي بيبتدي يشرح نهر النيل، بيبتدي من أول البحر الأبيض المتوسط لحد السد العالي. وكمان في حديقة حيوان مصغرة جوه الحديقة الدولية، فيها طاووس، فيها حصنة، فيها قرود، فيها نسانيس، فيها حيوانات كتير مختلفة. وجوه حديقة الحيوان في كمان متحف مصغر فيه زواحف مختلفة جاية من مناطق آسيا، وكمان هياكل عظمية وحيوانات تم تحنيطها، وتفاصيل كتيرة قوي ممتعة كلها وترفيهية كلها جوه الحديقة الدولية. ما تيجوا نشوفها. دلوقتي احنا هنلتقي مع سيادة اللواء محمد سلطان لرئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، يكلمنا عن تاريخ وتفاصيل الحديقة الدولية والناس قد ايه مقبلة عليها، اهم الاركان والاجنحة اللي موجودة فيها اللي بيستمتع بيها المواطنين. صباح الخير يا فندم. صباح النور. كنا عاوزين نتكلم على تاريخ الحديقة الدولية واهم الحاجات اللي بتميزها. اولا برحب بحضراتكم في الحديقة الدولية، أحد حدائق مشروع الحدائق المتخصصة. الحقيقة قصة هذه الحديقة قرار السيد المحافظ القاهرة سنة 1987 رقم القرار 122 إنشاء الحديقة الدولية بمدينة نصر. الحديقة بتتكون من 55 فدان، منه 35 فدان خضرة والباقي خدمات للسادة الزوار. الحقيقة طبعا الحديقة دي لما أنشئت سنة 1987 سميت بالحديقة الدولية أو حديقة المهرجانات الدولية. الغرض من هذا التسمية أن وجود مجموعة كبيرة جدا من أجنحة بتمثل دول عربية ودول أسيوية ودول أوروبية وأمريكا اللاتينية. الحقيقة لما تم تخصيص هذه الأجنحة بمساحات الحقيقة كبيرة جدا، لكل جناح ليه مساحة. يعني الجناح العربي مثلا زي ما حضرتك لو دارت الكاميرا هنلاقي ورانا الجناح بتاع المغرب، يليه جناح الإمارات، يليه جناح الكويت، يليه جناح الرياض أو المملكة العربية السعودية. والحقيقة كل جناح من الأجنحة دي بيمثل ثقافة هذه الدولة أو ما تشتهر به هذه الدولة. سيادة اللواء، احنا دلوقتي استعرضنا كل الأجنحة الموجودة الخاصة بالدول داخل الحديقة الدولية، نحب كمان نتعرف بشكل أكبر على حديقة الحيوان وعلى المتحف المصغر اللي عززته ليكو حديقة الحيوان بالجيزة، نحب نتفرج عليه. طيب يا فندم، كنا عاوزين نتكلم على حديقة الحيوان وعايزين نتكلم على المتحف وبيت الرعب والأنشطة اللي موجودة في الداخل. الحقيقة حديقة الحيوان دي طبعا معمولة على أساس علمي مش اجتهادي، لا الحقيقة كان في اتفاق مسبق مع حديقة حيوان الجيزة على أساس ان هم يمدونا بجميع الحيوانات والزواحف والطيور اللي محتاجاها الحديقة، وفعلا جم اخصائيين واستشاريين وشافوا المكان وفعلا بدأوا يفصلوا المكان بما يتناسب مع كل حيوان وكل زواحف وكل حاجة يعني تناسب المكان اللي هتعيش فيه. وفعلا اتفقنا عليهم معاهم وجابونا مجموعة كبيرة جدا من الزواحف، مجموعة كبيرة جدا من الحيوانات، مجموعة كبيرة جدا من النسانيس، مجموعة من المحنطات. كان الغرض منها حضرتك ان احنا ازاي نوصل الثقافة دي للطفل، لان الطفل عايزينه يعرف البيئة اللي هو عايش فيها وايه الحيوانات والزواحف اللي هو محتاج ان هو يتعرف عليها كثقافة عامة بالنسبة له يعني.
والحقيقة نجحنا الحقيقة في أن احنا نعمل هذا الصرح الكبير الحمد لله. زي ما قلت لحضرتك مجموعة كبيرة جدا من الزواحف والحيوانات والنسانيس، الحقيقة حاجات كلها يعني شيقة بالنسبة للطفل، محتاج أنه يتعرف عليها ويشوفها ويتعامل معها. طيب يا فندم، عاوزين نتعرف أكتر وبشكل كبير على حديقة الحيوان وعلى المتحف اللي داخل حديقة الحيوان. عاوزين نعرف الحيوانات بيتم تمويلكم بيها منين، وعدد الحيوانات اللي موجودة جوه، هل في إقبال من الجمهور على الحديقة وعلى المتحف ولا لأ، وبعض التفاصيل اللي داخل الحديقة. الحقيقة عندنا مجموعة كبيرة جدا من المحنطات، زي التعالب، زي الدببة، زي كل ما هو يخص المحنطات. الحقيقة عاملين متحف كبير جدا بمجموعة كبيرة جدا من الحيوانات اللي محتاج يتعرف عليها. عندنا مجموعة من المجسمات زي الديناصور بأصواته المرعبة دي، الحقيقة بتبقى بالنسبة للأطفال الحقيقة شيقة جدا. بالنسبة للقرود والنسانيس الحقيقة برضك من الحاجات الجميلة اللي دايما الطفل يحب يتعامل معها. خلال اليومين الجايين ان شاء الله احنا بندبر النهارده او بنطرح على المستثمرين ان هم نعمل مدينه رياضيه او مجمع رياضي هنا، هيبقى عباره عن مجموعه من حمامات السباحه، صاله جيم كامله، هيرافقها برضك معاها هيبقى صاله للتنس والسكواش وكافيتريات بتخدم على المكان. الكلام ده ان شاء الله في خلال يعني شهور هيكون جاهز باذن الله، لان جاهز للطرح دلوقتي وكراسي المواصفات عملناها، يعني الحمد لله يعني انجزنا فيها انجاز كويس يعني. طيب يا فندم، انا ما كنتش عاوز اسال، لكن حضرتك كنت طالب توجه نداء لجمهور الحديقه الدوليه للحفاظ ومساعدتكم على حفاظها وسلامتها، لانه الحديقه الدوليه دي جزء من يعني ممتلكات المواطن نفسه، ولكن في بعض المشاكل حضرتك حابب ان انت تصلحها له. الحقيقة أنا برجو كل أسرة ورب أسرة بيشرفونا هنا في الحديقة أو الحدائق عامة في أي مكان، يعني ياريت يكون في التزام من الأسر إنها تثقف ولادهم إن هو يحافظ على المكان، يحافظ على الحديقة، يحافظ على الزهور، يحافظ على كل حاجة من ممتلكات الحديقة، لأنها جزء منه، لأنه ليه حق في هذا المكان، فياريت يحافظ عليه، يحافظ على نظافته. إحنا الحقيقة دايما بنوزع على أكياس في المناسبات الكبيرة علشان الناس تحاول إنها يعني تساعدنا في المحافظة على النظافة، بس للأسف الشديد بنلاحظ إن الناس برضك يعني على قد ما بنحاول إن إحنا نساعدهم على قد إن هم يعني ما بيتعاونوش معانا أو ما بيسيبوش المكان زي ما إحنا عايزين. فأرجو برسالة أوصلها لكل مسؤول ولكل أسر وكل رب أسرة إن هو يثقف ولاده قبل ما يجي أي مكان عام إن هو يحافظ عليه، لأن إحنا محتاجين فعلا لهذا الثقافة لكل واحد مصري. طيب هل بتختلف استعداداتكم وتجهيزاتكم في الأيام العادية عن استقبال المواسم والأعياد، ولا الاختلافات بتكون بسيطة؟ طبعا أكيد طبعا، قبل المناسبات دي إحنا بنعمل بنرفع درجات الاستعداد والطوارئ في الحديقة كلها. أولا بنمنع الأجازات عامة في كل أماكن الحدائق، 31 حديقة ما بقاش فيهم أي أجازات. الحقيقة بنبدأ نعمل نرفع كفاءة البنية التحتية من حمامات، من إنارة، من كابلات، من طرق، من أي حاجة. الحقيقة بنحاول بقدر الإمكان احنا نرفع كفاءة الحاجات اللي هو الأماكن اللي بتردد عليها، بنقص النجيلة بتاعت بنقلم الشجر، بنقلم النخل، كل ده الحقيقة بنحققه قبل ما يبقى فيه مناسبة. حملة آدم نشاط من ضمن الأنشطة المستحدثة في الحديقة الدولية، من خلالها كنتوا بتوجهوا رسائل عاوزين تقدموها للناس وللأطفال بشكل خاص، نحب نعرف تفاصيل الحملة دي. يمكن حضراتكم لاحظتوا وانتوا جايين قد ايه كم من الإعلانات اللي موجودة في الشوارع وفي الميادين بتحمل هذه الرسالة اللي هي خليك زي آدم ما ترميش حاجة في الأرض. الحقيقة محافظة القاهرة متولية هذه الحملة، الغرض منها توعية المجتمع لكل فئات المجتمع في بلدنا، الطفل والشاب والمسن، ان هو ما يرميش حاجه في الارض. اعتقد ان احنا لو كل واحد التزم بكده يمكن بلدنا تبقى انظف دوله في العالم ان شاء الله. بشكرك في نهايه اللقاء، شكرا جزيلا يا فندم، ونتمنى لكم كل التوفيق في الحفاظ على جمال الحديقه الدوليه ومزيد من التطوير فيها. بشكرك، شكرا جزيلا، اتفضل. هو
ده اللي احنا محتاجينه يا جماعة، الناس تخرج للجناين والحدائق والمتنزهات المختلفة ونشم هوا نظيف ونعمل سندوتشات بسيطة ونقعد قعدة بسيطة، أسرة جميلة بإمكانيات بسيطة. أنا مبسوطة قوي إن حضرتك جاي ومعاك زوجتك وأولادك وجايين بمنتهى البساطة تتبسطوا وتشموا هوا نظيف وتتفسحوا وتشوفوا الخضرة اللي حوالينا دي. أنا من غير جو بس فهمني، من كل فترة كده باخدهم برضو اوديهم برضو جناين، اوديهم اي حتة لسه يغيروا جو برضو الدراسة والكلام ده كله، برضو اي ضغط عليهم. الحديقة الدولية بحس ان فيها يعني الجمال والزراعة كتير، وتاني حاجة يعني من نوع اللي ايه ببقى مطمئن مع الاولاد، يعني حتى لو رحت هنا ولا هنا ولا هنا الاولاد بتجري في اي حتة، ما فيش ولد بيطلع بره. دلوقتي هنروح لآدم نسأله ليه بيحب يجي هنا الحديقة الدولية وإيه أكتر الأماكن اللي بيحبها وبيحب يدخلها جوه الحديقة الدولية. ازيك يا آدم؟ ازيك. الحديقة الدولية حلوة، فيها حيوانات كتيرة وفيها حديقة حيوان، ورحت أول مرة مع أصحابي كانت في رحلة مدرسية، والكافيتيريا هنا حلوة ومش وحشة بصراحة، حلوة. بشكرك يا ادم، شكرا جزيلا، وبشكر بابا، واتمنى ان انت تتبسط قوي في اليوم بتاعك وفي الرحله بتاعتك النهارده مع بابا وماما واخوك. باي باي. ممراتها ممتعه فعلا، وتقدر تمشي فيها وتستمتع بالخضار الرباني من اشجار ونباتات نادره، وتشم هوا نظيف ونقي وتستمتع بالهدوء، او تجيب معاك وجبه خفيفه وتستمتع بيها وسط الطبيعه البديعه، بس حافظ على نظافه مكانك، ده غير الكافيهات الموجودة والمطاعم اللي دايماً أسعارها مناسبة لكل المستويات. حقيقي فسحة جميلة وممتعة، عاوز ترفيه هتلاقي، عاوز تثقيف هتلاقي، عاوز هدوء وتأمل برضو هتلاقي، وكل ده بتكلفة بسيطة. انا معجبه، انا ما كنت ساكنه في مدينه نصر وبعدي من قدام الحديقه الدوليه 50,000 مره، انا ولا مره فكرت ادخلها، واول مره اعرف ان فيها حيوانات. حيوانات بالظبط، وشكلها حلو كده من جوه بصراحه. انا نفس القصه، يعني اول مره اعرف اصلا الحديقه الدوليه فيها حيوانات، وبالتالي وانا كمان انا كنت فاكرها حديقه مفتوحه. اي حال ده اللي كنا بنقوله لكم في اول الحلقه، انه في حاجات كتير في مصر احنا ما نعرفش عنها حاجه، والصوره النمطيه او الذهنيه عندنا عندها غلط تماما، وبالتالي ممكن تبقى دي فرصه حلوه في ويك اند انكم تروحوا وتغيروا جو، وحاجات كمان مش مكلفه، وخلينا نحط تحت الكلمه دي كذا خط، مش مكلفه.